صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إلى حصنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ويوم يعض الظالم على يدي، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة إخواني لها سبب نزول. طبعا الآية في سورة الفرقان آية 27 و28 و29 اللي مرت على مسامعكم، ولها سبب نزول. يعني أكو قصة واقعة حادثة حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزلت الآية بسببها. وسبب نزولها كما يلي: مولانا اثنين من العرب الجاهلي ومن المشركين، واحد اسمه عقبة ابن أبي معيط، وواحد اسمه أبي ابن خلف. هذول اثنين هذول متخالين. متخالين يعني شنو مولانا؟ يعني واحد خليل للثاني، واحد خل للثاني. هو تعرف الخليل شنو مولانا؟ الخليل هو الصديق الحميم الذي تشاوره في كل أمورك، يسمونه شنو؟ خليل. هسه واحد عنده صديق، هذا صداقة عامة. أكو واحد عنده صديق حميم، الحميم أقرب منين؟ من الصديق. الخليل أقرب منين؟ من الحميم، بحيث أن الخليل أنت ما تفارقه، لا تفارقه وتشاوره في كل أمرك، في كل شيء الشاور هذا. شو يقولوا له هذا؟ يقولوا له خليل. واضح مولانا؟ هسه أنا راح أتطرق لك خلال البحث إن شاء الله تعالى. الآية الكريمة شو تقول؟ الآية الكريمة تقول: ويوم يعض الظالم على يديه. هذا ياهو، هذا عقبة ابن أبي معيط، والثاني مولانا أبي بن خلف. هذولي أخلاء، واحد للثاني خليل، صداقتهم حياكم مولاي، صداقتهم جدا قوية. عقبة ابن أبي معيط يطلع إلى سفر، من طبيعته إذا رجع من السفر، عقبة توجه لي، إذا رجع من السفر يدعي أشراف قريش، يعزم أشراف قريش. فعقبة ابن أبي معيط راح إلى سفر، رجع، من رجع عزم أشراف قريش، من جملة اللي عزمهم كان مشرك، هنا هو مشرك، وطبعا من جملة اللي عزمهم عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عزمه دعوة. من رجع
عزم حال حال بقية أشراف مكة، لأن النبي يعد من أشراف مكة، من كبار مكة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان عنده غاية النبي بدخوله، من دخل بدأ الطعام، كلها ظلت تأكل. النبي شنو أكل لو ما أكل؟ ما أكل. ليش ما أكل؟ قال لنا مولانا هذا شنو؟ هذا مشرك. ما أكل لنا هذا شنو؟ هذا مشرك، هذا دين ما عنده، مشرك. عقبة بن أبي معيط مشرك، النبي شلون يأكل عنده؟ فالنبي جر إيده، قال له عقبة، قال له لماذا لا تأكل؟ ليش ما تأكل؟ قال له لا أكل لأنك مشرك، أنت مشرك. هاي كانت كبيرة عند العرب، واحد يقعد على فراشي وما يأكل كبيرة عندهم كانت. قال له فما أصنع لكي تأكل؟ شو أسوي لك خاطر تأكل؟ قال له أشهد الشهادتين، أشهد الشهادتين وأنا آكل. قال له أشهد، ماذا أقول؟ قال له علمه رسول الله الشهادتين، وإذ قال عقبة ابن أبي معيط إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا لما شهد الشهادتين النبي شنو؟ أكل. من أكل طلع النبي على العموم، هذا صار مسلم بعد، حسب الظاهر صار مسلم. من بعد فترة شاف الخليل ماله، خليله ياهو أبي بن خلف صاحبه، ما كان جاي للعزيمة. قال له يا عقبة، قال له بلى، قال له بلغني أنك شهدت الشهادتين لمحمد الأمين، صحيح ما قالوا؟ قال له بلى. قال له ليش تشهد الشهادتين؟ قال له والله شهدت الشهادتين، رجل جلس على مائدتي ولم يأكل من طعامي. هذا الرجال قعد وما أكل، ما أكل، شو أسوي؟ لازم أنا ألبي ما يريد لكي شنو؟ لكي يأكل، وأنا شهدت الشهادتين لكي يأكل. قال له صبئت يا عقبة أبي، قال له هذا فراق بيني وبينك، ولا تراجعني إلا في أمر واحد، بشرط واحد. قال له شنو؟ قال له الشرط أن تقف أمام وجه محمد الأمين وتبصق بوجهه. أجلكم الله. قال له إذا تريد خلتنا وصداقتنا ترجع، توقف قبال النبي وتبصق بوجهه، يعني أراقت ماء الفم في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حاشا لرسول الله. الشاهد مولانا هذا قال له لو نعمنك عينا، أنا ما صاير مسلم، أنا بس لغلغت لسان خاطر يأكل. هذا ما قصر مولانا، عقبة راح عند النبي، وقف في مقابل وجه النبي مولاي، وبصق بوجه رسول الله أمام الناس. لكن العجيب هنا، العجيب أنه بمجرد أن بصق بوجه رسول الله هبت ريح قوية، هبت ريح قوية فأرجعت ماء فمه إلى وجهه، فصار على وجهه فأحرقت وجهه، وبقى أثره، وبقى أثره إلى أن مات. شو سبحان الله، توجد شنو صار مولانا؟ هذا لما بصق هبت الريح، رجع الماء وين؟ على وجهه. زين، فطاح على وجهه. رسول الله أكرم، أكرم من ذلك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ورسول الله أول المؤمنين. فرجع الماء على وجهه، أحرق الوجه، صار مثل أسيد. أحرق الوجه، صار عليه أثر، الأثر ما راح لما مات. ما اكتفى، هذا لما صار أثر على وجهه غاضى أكثر. إيش سوى مولاي؟ في المرة الثانية جاب له جزور، هسه خروف أي شيء اللي كان مرانا ذبحه، والنبي في حال الصلاة طلع أمعاءه وأحشاءه، طلع أمعاءه وأحشاء هذا الحيوان الذبيحة، وصبها على أكتاف رسول الله والنبي قاعد يصلي، صبها على أكتاف النبي. النبي نظر إليه قال والله يا عقبة لا أخرج من مكة إلا وأعلو صدرك وأذبح عنقك. أنا ما أطلع من مكة إلا أنا قتلك بيدي، أقتلك. زين، قال له كذلك روح. زين، خرج رسول الله، سارت واقعة بدر، سارت واقعة بدر، رسول الله على صدره وحز نحره بيده، بيده الشريفة حز نحره قتله. زين، ظل ياهو هذا عقبة ابن أبي معيط، ظل الثاني الخليل مال ياهو أبي ابن خلف. زين، ذاك وان قتل النبي، قتل في واقعة أحد، هم النبي بإيده قتله، قتل عقبة بإيده، أو قتل أبي ابن خلف هم بإيده، قتل في واقعة أحد. نزلت الآية، الآية شو تقول؟ تقول ترى هذول راح يندمون. شي يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم يعض الظالم على يديه. يعض، تخوترف العض يعني شنو؟ العض يعني أزم الأسنان. زين، إذا واحد سد ضروسه
أزم الأسنان، سد أسنانه ضروسه يسمونه شنو؟ عض. ها واحد يخلي إيده هيك ويمولانا يحصر أسنانه، يسد أسنانه، يسمونه العض. واضح مولانا شلون صار؟ هذا عضنا إحنا المعروف بعد. ها زين، هسه أنا سؤال مولانا، يوم يعض الظالم على يديه دلالة على ماذا؟ دلالة على الندم والحسرة، صح ولا لا؟ ها إنسان إذا يتحسر ويندم شو يسوي؟ يعض إيده. زين هسه أنت لو تتحسر لو تندم تعض إيد واحدة لو اثنين إيدين؟ إيد واحدة، صح ولا لا؟ اثنين خو ما يصير اثنين، هيك شلون تعضهن يعني؟ هسه إيد واحدة معقولة، بس اثنين إيدك تدخلن بحلقك ما يصير مولان. زين الآية شو تقول؟ يوم يعض الظالم على يديه واحدة لو اثنين؟ اثنين. ليش؟ ما يصير خو واحدة يعض اثنين، ما يصير. كان ليش القرآن يقول يوم يعض الظالم على يديه، يعني اثنين ايديه؟ ها شلون نقدر نفسرها مولانا؟ زين العلماء قالوا هذا على يديه مبالغة في الحسرة، في شدة الحسرة، يريد يبين واحد هذا الشديد الحسرة، أشد الناس حسرة. أكو واحد يتحسر بإيد وحدة، ها يعض إيد وحدة، هذا متحسر. واحد يعض اثنين يديه، شلون يعض اثنين يديه مولانا؟ يعضها مرة، يعض هاي ايده ومرة يعض هاي ايده، مو اثنين سوى يعضهن، لا، يعض اليمين ويعض الشمال، يعض اليمين ويعض الشمال، دلالة على ماذا؟ دلالة على شدة الحسرة، شدة الندامة. ها هذه ويوم يعض الظالم على يدي. زين هذه يمتى يعض مولانا؟ يوم يا يوم يو 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 الدنيا والآخرة، الآخرة. يوم يعض، احكوا يا إخواني، يوم يعض الظالم على يده، يعضها يعني وين يعضها؟ يوم يعني في يوم القيامة، يوم الآخرة. ولهذا احنا عندنا القيامة بها أسماء، يسمونها مثلا يوم التغابن، ها يسمونها يوم الجزاء، يسمونها يوم القيامة. من جملة أسماء القيامة شنو؟ يوم الحسرة، يوم الحسرة. زين يوم الحسرة ليش يوم الحسرة؟ طبعا يوم الحسرة اجت في القرآن مرة واحدة، يوم الحسرة اجت في القرآن مرة واحدة. زين ليش يوم الحسرة؟ يقول المؤمن يتحسر والكافر يتحسر. ها توجه لي، توجه لي اخواني، المؤمن يتحسر والكافر هم يتحسر. هسه الكافر ليش يتحسر؟ الكافر يتحسر واضح مولانا، شمره بنار جهنم. توجه لي، توجه لي مولانا، هاي الجنة وهاي النار، بين الجنة والنار، بين الجنة والنار اكو حاجز، حاجب، ستار، برزخ. هذا البرزخ اهل النار يشوفون اهل الجنة، واهل الجنة يشوفون اهل النار، واحد يشوف الثاني. ليش واحد يشوف الثاني؟ اهل النار يشوفون اهل الجنة لكي يتعذبوا ويتحسروا، صح لا؟ هذا بالنار ويشوف ابنه وين؟ بالجنة. هذا بالنار ويشوف مرته وين؟ بالجنة. هذا بالنار ويشوف أبوه بالجنة. هذا من هو بالنار ويشوف الثاني بالجنة شو يسوي؟ يتحسر، هذا عذاب روحي. زين إذن أهل النار يرون أهل الجنة يتحسرون، أهل الجنة يشوفون أهل النار شو يسوون؟ يحمدون الله على هذه النعمة. ها هذولي يحمدون الله وهذولي شو دمولنا؟ يتحسرون. زين لكن القرآن يقول يوم الحسرة للجميع، هم المؤمن يتحسر وهم الكافر. ليش؟ قول الكافر يتحسر واضح، يتحسر لأنه لم يدخل الجنة. الكافر ليش يتحسر مولانا؟ المؤمن، المؤمن يتحسر لأن الجنة كم درجة؟ كم درجة بها؟ 8 درجات. النار كم درجة؟ 7. الجنة 8. هاي 8 درجات الجنة، كل من على قدر إيمانه يدخل في درجة من درجات الجنة، كل من على قدر إيمانه. إيمانك درجة، إيمان أزيد درجة ثانية، إيمان أزيد درجة ثالثة، رابعة، خامسة، إلى أن توصل للفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى ياهم بها، ها الفردوس الأعلى فيها محمد وآل محمد. هذا اللي في الدرجة الثانية، في الدرجة الثانية أو الأولى، يشيل راسه يشوف ابنه لو أخوه لو مرته لو ها يشوفهم وين؟ أعلى منه. شو يسوي مولانا؟ يتحسر لما يتحسر؟ يتحسر لأنه لم يتزود. يتحسر ليش بالدنيا ما تزود بالخير؟ ليش إذا خلصت 10 محرم الناس تتطشر بعد ما حد يحضر؟ ها
أنت اللي تحضر مولانا ما تتحسر يوم القيامة، بس اللي متعمدا يترك الحسينية ويترك المجالس ويقدر يجي وما يجي يوم القيامة يتحسر يقول ليش ما حضرت أكثر أنا وحصلت أكثر، ليش ما صليت أكثر، ليش ما زرت أكثر، ليش لماذا لم أتزود بالعمل الصالح أكثر؟ لأن كل ما تتزود مولانا أنت درجتك شو يصير؟ تعلى أعلى يصير. ها حتى قراءة القرآن، قراءة القرآن شو يقول الرسول؟ يقول يوم القيامة شو يقولوا له؟ اقرأ وارقى، عافية اقرأ، إيش قد ما تقرأ قرآن درجتك وين؟ تصعد. ها فأنت على حسب عملك تصعد، لكن إذا أنت بالدرجة الدانية وصاحبك بالدرجة العالية شو تسوي؟ تتحسر تتحسر. خلي أعطيك أنا رواية، أعطيك روايتين ثلاث بس اللي جنب بالي. مولانا كل الناس تتحسر، بس أكو ناس أشد الناس حسرة، ياهم اسمع، أشد الناس حسرة يوم القيامة. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، الرواية عن الإمام علي عن الإمام الصادق، هاي المجموعة اللي قاعد أذكرها لك ثلاثة أربعة. أولا الرواية، مضمون الرواية، أشد الناس حسرة من علم علما ولم يعمل به. ها توجهت شلون مولانا؟ هاي مضمون الرواية ترى مو نص الرواية. أشد الناس حسرة ياهو اللي يعلم علم وهو شنو؟ ما يعمل. يعني شنو؟ يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتاب. ها إذن أكو ناس يعلمون العلم لكن هو شنو؟ والعياذ بالله ما يعمل. يقول لهم هذا واجب هو ما يؤدي، يقول هذا حرام هو يسوي، واضح مولانا؟ إذن أشد الناس حسرة رجل علم علما ولم يعمل به، هذا شنو؟ يتحسر. أشد الناس حسرة، هذا واحد. اثنين، الثاني مولانا، أشد الناس حسرة ياهو الثاني، قال أشد الناس حسرة من أمر بعدل ولم يعمل به، مو بالعلم، بمن؟ بالعدل. يقول لك ترى عليك بالمساواة، عليك بالعدالة، عليك بإعطاء حقوق الناس، بس هو شنو؟ ما يعدل، هو ظالم. ها هذا بيوم القيامة شنو؟ أشد الناس حسرة. إيش قصروا؟ اثنين، أبو العلم وأبو العدل. ها أنت وياي لو مو وياي أنت، حتى إذا ما تحكي هز براسي خاطر أعرف أنت متوجه لي زين، حقيقة خاطر يرتاح قلبه على غير أعطيك شيء اللي عندي زين. هاي اثنين، إذا صاحب العلم وصاحب العدل. الثالث ياهو، الثالث جدا جميل، الثالث ياهو، الثالث يقول المعصوم، يقول رجل يتعب على مال، يتعب على مال في عالم الدنيا، من حلال ومن حرام يجمع المال. أكو ناس ترى فلوسهم مو كلها من حلال، يجمع المال من حلال ومن حرام، طبق طبق طبق. ها مولانا، أو يصير عنده أموال ويحرص على المال، يحرص عليه بحيث ما يعطي لا حقوق الله ولا حقوق الناس، ما ينطي. ها هذا إذا مات وما ينطي حقوق الله وين يروح؟ للنار. يصير الورثة، الورثة يجون يأخذون هذا المال، هذا المال شو يسوون مولانا؟ يعطوه حقوق الله وحقوق الناس. إذا أنطوا بسبب المال ابنه يدخل وين؟ للجنة. سبحان الله، الأب بسبب المال وين دخل؟ للنار، والولد بسبب نفس المال يدخل وين؟ للجنة. هذا الأب أشد الناس حسرة. ليش يتحسر؟ يقول الفلوس اللي أنا حصلتهن ودخلت بسببهن للنار ابني دخل للجنة بهن. ها هذا أشد الناس حسرة. هذول ثلاث، ثلاثة ذولي أشد الناس حسرة يوم القيامة. زين الرابع، أعطيك الرابع مولانا، الرابع شوية أنا الرواية للأسف 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 عندي الطابعة ما قدرت أطبعها الرواية، والرواية كبيرة ما لحقت أكتبها زين، لكن أنا راح أنقل لك مضمونها زين، ولهذا جاي ماكو شيء ولا ورقة زين. مولانا أولا صاحب العلم الذي لم يعمل به، الثاني هو صاحب العدل الذي يأمر بالعدل وما يعمل به، اثنين، الثالث مولانا صاحب المال الذي يدخل إلى النار وبسبب المال ابنه يدخل وين؟ للجنة. ثلاث، الرابع، الرابع رجل أنفق من ماله، هذا ينفق من ماله، أعطى وأعطى وأعطى، يعطي ويعطي يعطي من أمواله، لكن ينكر ولاية جدي أمير المؤمنين. يقول الإمام الصادق عليه السلام ينكر ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهو عارف بحقه، هو عارف، احنا نقول له يعرف ويحرف، اذا مو عارف جاهل غير حساب، هذا يعرف على ان الولايه علما لعلي بن ابي طالب، يوم القيامه امواله لا تدخله الى الجنه. ها
ها وين الدخله؟ ليش؟ يقول له لماذا إلهي يتحسر؟ يقول له لأنك لم تأتي بأصل من أصول الدين وهي ولاية أمير المؤمنين علي. طبعا هذه هم بشرطها وشروطها، زين بشرطها وشروطها، عندنا واحد جاهل وعندنا واحد عالم متعمد، متعمد يعرف من هو علي وما يسوي، وهذا الجاهل نوعين، عندنا جاهل قاصر وعندنا جاهل مقصر، هذا إلى حكم وذاك إلى حكم آخر. زين، إذن أشد الناس حصر ياهم أربعة: صاحب العلم الذي لم يعمل بعلمه، صاحب العدل الذي لم يعمل بعدله، بعد ياهو صاحب المال الذي أدخله إلى النار وولده يدخل وين؟ إلى الجنة. والرابع ناكر ولاية جدي أمير المؤمنين علي. هذول الأربعة، زين، هذول أشد الناس حصرة، ولهذا ما يعض إيد واحدة، شي يعض؟ يعض اثنين يدين. زين، اسمع تكملة الآية عجيبة، تكملة الآية ترتبط بالقيد الرابع اللي هي ولاية علي بن أبي طالب. شي يقول؟ ويوم يعض الظالم على يديه، مو إيد واحدة، يديه، يقول ياهو، ياهو يقول الظالم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الرسول يعني رسول الله، سبيلا شنو مولانا؟ يعني يا ريت كنت مهتدي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الروايات شو تقول؟ تقول السبيل في الآية الكريمة يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، السبيل هي ولاية أمير المؤمنين علي. اللهم صل على صلوات أعلى كون السير، الصلوات منا وهيك أعلى إن شاء الله. جزاكم الله خير. هذا السبيل ياهو، السبيل ولاية أمير المؤمنين، ولهذا من شدة الحسرة لناكر ولاية علي يعض اثنين يديه، ما يعض إيد واحدة، شدة الحسرة. احنا قلنا الرابع ياهو ناكر ولاية علي، الآية هم تشير المن إلى ولاية أمير المؤمنين علي. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، زين، قال يا ريت كون أنا قابل كلام النبي ومشيت على سبيل رسول الله، على الصراط المستقيم، سبيل الله الصراط المستقيم ياهو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. زين، أنه بتكملة الآية يا ويلتا، هنا ليش؟ ليش صح يا ويلتا؟ يعني يا هلاكي، الويل يعني الهلاك. زين، يا ويلتا، هنا اتحسر أكثر، ليش؟ لأن عرف بعد ما له سبيل، بعد طلع من النار ماكو. الأولى قال ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، كان عنده أمل يمكن يطلع، من شاف نار جهنم ودخلوه بنار جهنم مولانا وطلع من نار جهنم ماكو، صح؟ صح. يا ويلتا، يعني فات الأوان، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ها اسمعني هسه، اسمعني قبل لا أقول لك الخليل ياهو، اسمعني مولاي، هذه ليتني تمني للتمني. احنا عندنا التمني نوعين، عندنا تمني ممكن وتمني ممتنع. تمني واحد يتمنى شيء شنو ولنا؟ ممكن. واكو واحد يتمنى تمني شنو ولنا؟ ممتنع. التمني الممكن شلون؟ يا ليت باكر اروح للمجلس، هو باكر تعال للمجلس، هذا تمني شنو؟ ممكن. يا ليت اشوف فلان عالم، تمني ممكن اروح اشوفه عادي ماكو مشكله، ها تمني يمكن ان يقع، ها يا ليت ارى سيدي ومولاي الامام الحجه سلام الله عليه، هذا تمني ممكن، انت اخلص عملك للامام، الامام شنو مولانا؟ يشوفك ويشوفه، ها هذا تمني ممكن. لكن بالمقابل شنو عندنا؟ عندنا تمني ممتنع، شنو؟ يا ليت الشباب يعود يوما. يصير يرجع؟ خلاص راح، بعد خلاص راح. زين، يا ليت الشباب يعود يوما، اول واحد ابو جاسم قال لا، لانه يعني اكبركم مولانا. زين، فاذا الرجعه بعد رجعه اكو مولاي؟ ماكو رجعه. هذا تمني ممتنع لو ممكن؟ ممتنع، خلاص ماكو. هذا زلمتنا، هذا مو زلمتنا، زلمتهم. زين، عقبه ابن ابي معيط ايش قال؟ قال ليتني اتخذت مع الرسول ليت، هذا تمني ممتنع لو ممكن؟ ممتنع، بعد ماكو، فات الأوان، راح. في آية شي يقول؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني للآخرة، يا ريت كنت بالدنيا متزوج ومقدم علما للآخرة، بعد يفيد الحكي؟ ها كلا، بعد ماكو، إنها كلمة هو قائله، خلاص ماكو رجعة. زين، هذا تمني ممتنع. شوف
ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أنه من شاف بعد الأبواب أغلقت، وسدت الأبواب، ما له طريق، وين يروح وين يولي؟ قال قال يا ويلتا، رحنا بعد بيها، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قبل لا أقول لك خليل شنو، إحنا عندنا كلمة فلان وكلمة الفلان، فلان للذكر، فلان المن للأنثى. الفلان شنو؟ شنو الفرق بين الراغب الإصفهاني في مفرداته يقول كلمة فلان وفلانة تطلق للبشر، فلان بشر رجل، فلانة امرأة بشر، لكن إذا خليت بها ألف ولام الفلان أو الفلانة إشارة إلى الحيوان مو إلى البشر. واضح مولانا؟ شوف قد دقيق القرآن زين، واللغة العربية قد دقيقة. إذا شلت منها الألف واللام أصير علماً للبشر أنثى وذكر. إذا خليت زين، إذا خليت الألف واللام يصير إشارة علماً، إشارة علماً للحيوان يصير. واضح مولاي؟ أي صلوا على محمد وآل محمد. هذا تصير إشارة إلى الحيوان مع الألف واللام، من دون الألف واللام يصير إشارة إلى من مولانا؟ إلى إلى الإنسان. هسه الآية شو تقول؟ تقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا، ما قال الفلان، فلانا خليلا. الخليل شنو؟ الخليل مولانا له معنيان. طبعا تعرفون الخليل إما أن يؤخذ من الخلة، الخلة مثل حجة خلة، وإما أن يؤخذ من خلة يعني على وزن ضربة. واضح مولانا؟ يعني كم وزن إلها؟ وزنين. توجهه مولانا، إذا ما توجه لهذا الوزن راح تضيع، يعني ما تعرف شنو المعنى هنا. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. عندنا آية ثانية شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. شنو يعني؟ شلون الله اتخذ إبراهيم خليلا؟ يعني صديق، يعني الله اتخذ إبراهيم صاحبه. ها لو شنو الخليل؟ هاي الخليل لها معنيين، مأخوذة من، اسمعني عيوني، مأخوذة من خلة بالضبط، خلة على وزن شنو؟ حجة، خلة حجة. شنو الخلة؟ الخلة يعني الصديق. الخلة إذا قلنا خليل مأخوذة من الخلة يعني شنو؟ الصديق. فلان خليلي يعني فلان شنو؟ صديقي. إذا قلنا من الخلة بالضم، إذا قلنا من الخلة بالفتح على وزن ضربة بمعنى المحتاج، فلان خليلي يعني فلان محتاج إلي. واضح مولانا؟ إذا خلة وخلة، خلة الصديق والخلة شنو؟ الحاجة. زين، واتخذ الله إبراهيم خليلا. شنو مولانا؟ الحاجة لو الصديق. ها البعض قالوا هنا الله جعل إبراهيم خليل إلى مأخوذة من الخلة يعني الضربة. البعض قالوا قالوا يعني إبراهيم محتاج إلى الله، الله دائما جعل إبراهيم يحتاج إليه. صحيحة لو مو صحيحة؟ هي صحيحة، بس مولانا مو بس إبراهيم يحتاج الله، كلنا نحتاج الله. أكو واحد ما يحتاج الله؟ اللي ما يحتاج الله خلي يقوم. ها ماكو واحد ما يحتاج الله، كلنا نحتاج الله مولانا. فإذا واتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا الخليل بمعنى الحاجة يعني إبراهيم يحتاج إلى الله. هذا رأي صحيح مو صحيح، بس مو أصح من الرأي الأول. ها لأن الناس كلها محتاجة إلى الله، مو بس إبراهيم محتاج إلى الله، كلها محتاجة إلى الله. هذا رأي. الرأي الثاني قالوا لا، الخليل بمعنى الصديق. الصديق هنا الله راد يبين مقام إبراهيم، راد ينطي مزية لإبراهيم، راد ينطي صفة عظيمة لإبراهيم. إيش قال؟ قال إبراهيم أنا خليته شنو؟ صديق. صديق يعني راد يبين مقام من؟ مقام إبراهيم الخليل. ها والخليل تعرف شنو الخليل؟ الخليل هو الصديق الحميم القريب إليك اللي أنت ما تفارقه. فإبراهيم ما كان يفارق الله، دائما كان بذكر الله، دائما كان. فشنو مولانا؟ صار خليل إلى الله. يا ليتني يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا فلان ياهو، فلان البعض يقولون الشيطان، ها والبعض يقولون فلانا هو ياهو أبي ابن خلف. ها لأن عقبة هو الظالم، ظلم نفسه وصاح يا ليت نكون ما أخذ ذاك خليل. لأن الصداقة تردي بك إلى خير أو إلى شر مولانا.
الصديق ترى الإمام علي سلام الله عليه خوش حكاية عنده، يقول إذا هيش مضمون كلام الإمام، يقول إذا أردت أن تعرف أحدا فانظر من يصاحب، شوف يمشي ويا من، ترى هذا الخليل الصديق هو اللي يبين سريرتك وسيرتك ونفسيتك. تمشي يا ناس خيرين تنحسب عليهم، تمشي يا ناس مو خيرين هم تنحسب عليهم. زين، هذا مولانا يقولون المثال يقول الصاحب شنو؟ ساحب. الصاحب ساحب يسحبك، إذا كان صاحب خير يسحبك وين؟ للخير، وإذا كان صاحب شر يسحبك والعياذ بالله وين؟ للشر. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام يفصل الأصدقاء ثلاثة، الأصدقاء ثلاث زين، والأعداء ثلاثة. يا هو يقول الإمام الصادق عليه السلام الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة، الإمام الصادق يقول يا هم الأصدقاء صديقك، صديقك صديقك هذا صديقك بعد زين، هذا واحد. الثاني صديق صديقك، هو مو صديقك، صديق صديقك شو يصير؟ صديقي. إذن الأول صديقك، الثاني صديق صديقك، الثالث يا هو اللي يصير صديقك عدو عدوك، عدو عدو شو يصير؟ صديقي. أنا عندي فلان عدوي، هذا فلان هم عنده عدو، عدو عدو شو يصير؟ لأن أنا ويا على هذا العدو، صح ولا لا؟ زين، إيش قصة صاروا؟ الأصدقاء ثلاثة، صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك ثلاثة. أعدائك ياهم، أعدائك شوية بيها دوخة بس توجه لي إلى صدق يعني. زين، عدوك الإمام علي الإمام الصادق شو يقول؟ الأعداء ثلاثة، عدوك الخوة واضح، عدوي يصير عدوي بعد. هذا واحد. اثنين صديق عدوك، مو عدوك، عدوك عنده شنو؟ صديق، صديق عدوك شو يصير؟ يصير عدو، لأن هو أو صاحبه شو يصيرون؟ علي. صديق عدوك كم عدوك؟ هاي اثنين. ثلاثة عدو صديقك بالعكس، عدو صديقك يعني عندك صاحب صديق عنده عدو، عدو صاحبك شو يصير؟ يصير عدوي قاعد يضر صاحبي، واضح مولانا؟ ايش قصة صاروا؟ ثلاث. هسه بعد ما دريت وما دريت وما ادري عذروني. زين، الشاهد الاصدقاء ثلاث والاعداء هم ثلاث، فاخواني يحذر الانسان يختار من للصداقه، ياهو يختار للصداقه لان جدا مهمه. السيد ميردامات والشيخ البهائي يعيشون في زمان واحد كانوا، وزمان الملك عباس الصفوي. زين، السيد ميردامات سمين متين حيل، علم من اعلام الشيعة، والشيخ البهائي ضعيف وقصير. زين، هذول يطلعون ويا الملك بعض الأوقات، ويا الملك ملك العباس الصفوي. هذا السيد ميرداماد مو سمين يصعد على الفرس، الفرس مارته دائما شنو؟ آخر الجيش، آخر شيء يمشي لك يا فلان، الفرس بالقوة تمشي. الشيخ البهائي ضعيف وخفيف صعد على الفرس، الفرس شنو مولانا؟ تركض به قدام كلش هناك. زين، فالملك قال خل أنا أختار يعني أختبر العلماء، علماء زماني، علماء أمتي، هذول علماء زماني شلونهم بالله، شلون قلوبهم. راح للشيخ البهائي قال له ما شاء الله شيخنا، أنت المؤمن وأنت العالم وأنت العارف، المؤمن خفيف المؤونة كثير المعونة. زين، أنت المؤمن، شوف ذاك السيد سمين كاسر ظهر الفرس ومؤذي الفرس أو زاعج الناس ومأخرنا أو زاعج هالحيوان أجلكم الله، ها والناس تشوفه بهالسمن هذا يمكن أكل كثير يمكن نوم كثير يمكن كذا. قال له لا أيها الملك، شوف الصداقة، شوف الخلة، شوف الصداقة. قال له لا أيها الملك. زين، قال له أتعلم لماذا الفرس لا يستطيع أن يمشي؟ قال له ليش؟ قال له ليس لثقل السيد. قال له ها؟ قال له إنما لثقل العلم الذي يحمله السيد. شوف، قال له مو ترى ثقيل السيد، لا، العلم اللي حمله شنو؟ ثقيل، ما يشيل هذا الحيوان، ما يقدر يشيل علم السيد. ها؟ لو بهذا الزمان تحكي على عالم قدام واحد، الله يقطع لك، تقطع ما يدافع ما يحامي ما يذب. ها؟ لا، هو هم يصير وياك للأسف البعض يعني. زين، قال أحسنت يا شيخ. وين راح؟ راح للسيد ميردامات، قال اختبرت الشيخ، اختبر السيد. راح للسيد، شاف السيد عرقان وينهت بالقوة،
زين قال لي يا سيد الله ما شاء الله انت الرزانه وانت الهيبه وانت الوقار وانت الشخصيه، شوف ايش قد ثقيل بالمشي، ثقيل في المشي، ثقيل في الهيبه، ثقيل في العلم، ثقيل. ظل يمدح السيد مو مثل شيخ البهاء، شوف طاير، لا عنده وقار لا عنده هيبه لا عنده كذا، الفرس قاعد تركض بيركاض. قال لا ايها الملك، شو يا هذا السيد؟ قال له أتعلم لماذا الفرس يركض؟ قال له ليش؟ قال له يركض لشدة الفرح لأنه يعلم من يحمل. هذا الحيوان يدري شايل من، شايل شيخ البهائي، ومن شدة الفرح يركض يركض. قال له أحسنت سيدنا. فنزل سجد لله، سجد لله هذا الملك، قال له الحمد لله الذي جعل في أمتي وفي جيشي وفي زماني عالمان مولانا، أو عالمين على قلب واحد. واضح مولانا؟ هذا هاي الصداقة، مو الصداقة اللي تردي بك إلى نار جهنم، مو الصداقة اللي جرك وين للذنوب والمعاصي، مو الصداقة اللي تعصي الله بيها، لا هاي لا خير بيها، هاي صداقة الدنيا، صداقة الدنيا مدوم. الصداقة اللي يصير أساس الدنيا والطمع، صداقة فلوس، صداقة طمع مولاي، صداقة مدري كذا، لا 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 هاي مدوم مدوم، هاي عرض الجدار زائلة. بس صداقة الآخرة وصداقة الدين وصداقة الأخلاق وصداقة الإخلاص هذه الدائمة. زين إيش قال؟ قال يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليش؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الذكر هسه البعض يقولون هو النبي، والبعض يقولون القرآن، والبعض يقولون الإسلام، والبعض يقولون الحق. هسه بشكل عام الذكر كان قريب إلي، الرسول كان قريب إلي، القرآن الإسلام الحق كان قريب إلي، بس هذا الخليل سوى بي مولانا أضلني عن الذكر، ضيهني ضيعني أبعدني عن الذكر، اللي ياهو أبي ابن خلف. زين أنه الله شي يقول، يقول وكان الشيطان للإنسان خذولا. ها الشيطان دائما شنو؟ يخذل يخذل، لا تعتمد على ابليس. بعدين الله يقول خذول، خذول على وزن فعول، يعني كثير الخذلان. تعرف الخذلان يعني شنو؟ الخذلان انك تعتمد، هذا الخذلان يسمونه، ان تعتمد على احد ينجيك فيرديك. ها تعتمد على واحد انه ينجيك، لكن من نفس الواحد اللي انت معتمد عليه يجيك شنو مولانا؟ الضرر والردى، هو اللي يضرك، هذا المعتمد عليه، هاي يسمونه خذلان. الشيطان شي يقول كفرت بما أشركتموني من قبل، في آية يقول إني بريء منك. هو هسه الإنسان الشيطان هو يضل الإنسان بالأخير يوم القيامة، يقول له إني بريء منك، أنا متبرم من عندك يا بني آدم، أنت ركضت وراي أنا ما جيت وراك. شوف إذن وكان الشيطان شنو؟ خذولا خذولا. هسه هذا الشيطان مو إلا يكون إبليس، في بعض الأوقات بعض البشر شو يصيرون؟ يصيرون شياطين، إبليس يتكتر ويخليهم يشتغلون على كيفهم. زين لأن هم أبالسة، هم شياطين. بهذا الزمن الحمد لله كثير شياطين عنده خير من الله. زين تطلع بالسوق، صدق تطلع بالسوق وشوف الشياطين، أو تطلع في كل مكان، أخاف أحكي مولانا واحد شوية يأخذني، يعني حتى في الأماكن اللي ما تتوقع أنه أكو شيطان، شيطان موجود. المقبرة شنو المقبرة؟ هاي المقبرة شنو المقبرة؟ المقبرة بها ناس ما يخافون الله، هم شياطين نفسهم. هاي المقبرة اللي تروح يطلع للمقبرة يتعظ، اللي يطلع للمقبرة يتعظ، يشوف الموت يشوف كذا يتعظ يخاف الله، يروح للمقبرة يغازل النساء، يغازل أعراض الناس، يسوي الحرام، يبيع ويشتري بالحرام. زين وقاعد يدفنون الرجال وقاعد عامل بالسيارة وغش وخداع، يعني هو الشيطان، هو الشيطان يخاف من الموت، هذا ما يخاف. زين خوشوك خير من الله، بعد هذا ملعب الشيطان. زين الشاهد شي يقول وكان الشيطان للإنسان ماذا؟ خذولا. خذ رأس الحسين وصله، قال له املأ ركابي فضة أو ذهبا، ليش؟ إني قتلت السيد محجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. قال له ليش 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 قتلت الحسين إذا تعرف أمه وأبوه إيش؟ قال له طمعا بالجائزة، طمعا بالجائزة. قال له أخرج أطلع، لا جائزة لك عندي، ما لك جائزة، أطلع خذله لو ما خذله. راح طرده،
عمر ابن سعد خرج مولانا قتل الحسين طمعا بمن؟ بملك الري. حصل ملك الري؟ لا والله، هذا ضيع هم دنياه وهم آخرته، كلها ضاعت، راح إلى جهنم وبئس المصير، كله راح. وين هسه؟ وين عمر ابن سعد وين الحسين؟ شوفوا الحسين، شوفوا الحسين، هذول زوار الحسين راجعين وسألوهم مولانا، اسألوهم، شوفوا الزوار اللي اجت من أقطار العالم، من أماكن عديدة ومختلفة، كلهم تجمعوا في مكان واحد على حب رجل واحد، عجيب، بمكان واحد على حب رجل واحد وهو الحسين عليه السلام. الكل الكل، الفارسي والعربي والكردي والامريكي والبريطاني، جنسي، حتى الصين، صينيين. هل احنا شفنا مولانا موكب، موكب من كوريا، من كوريا حاطين موكب لخدمة الزوار، موكب قاعد يطبخون مولانا وقاعد يوزعون. الله اكبر، ابا عبد الله ايش سويت مولانا؟ سيدي شنو هالحب هذا؟ روحي فداك سيدي يا ابا عبد الله، شنو هالحب هذا يا ابا عبد الله؟ تربعت على عرش القلوب يا حسين. ها، يدخل حب الحسين بلا استئذان في القلوب. ها، اللي يقول الحسين دفن في كربلاء فحسب، لا 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 لا، انما الحسين دفن في قلوبنا، ففي كل نبضة من قلوبنا ننادي يا حسين، كل نبضة وكل قطرة من دمائنا وكل خلية منا تنادي يا حسين. ها، سويت أبا عبد الله، روحي فداك، لأن قدم كل شيء الحسين، أعطى الغالي والنفيس في سبيل الله، ويبقى وحيدا فريدا، لا ناصر ولا معين، ما حد إلى. أين حبيب ابن مظاهر الأسدي؟ أين جان؟ أين عابي عز؟ أين مسلم؟ أين كبش كتيبتي؟ أين ابن والدي؟ أين أبو الفضل العباس؟ أين ولدي علي الأكبر؟ أين القاسم؟ لكن سمع صوت من داخل الخيمة، خويا الله يعينك، ما يا لك معين خويا، معين وقامك على الغبر مطاعين. مرتضى منين؟ أبويا منين؟ فزعوا فريد، فزعوا على حسين، على حسين، يطلبون ثار بدر وحنين. الله يا زينب، شلون حال الزينب؟ ها، يا لا يا لا، خي طاح والعدوان وياه وياه ويا زينب. ها، شو تقول؟ والله بيتجرح القلب. ها، اخويا خي، خي طاح والعدوان، يا لا يا لا، وعلى صدر غدت للخيل، يا لا يا لا، يا أتم ويا الجسد يا حسين، أظل ويا كما عبد الله، أتم ويا الجسد يا حسين، يا لا، أروح ميسرة لابن الدعية. داس صدر الحسين، توجهت الخيل إلى الخيمة، ولك مات يا قاعد طف، لك لوعة، ولك مات وكم جرح يدا على اخواني، ولك مات، ولك مات، صحت على الخيل ما بس شن، ولك مات، ولك مات يا خال حسين، هذا على الوطي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، شافي وعافي كل مريض يا الله، بالأخص من أوصاني بالدعاء، من قصدناهم بالدعاء، من على مرضاهم بالشفاء العاجل يا الله. اللهم الطالب حاجة في هذا المجلس في غيره، اقضي حوائجهم بباب الحوائج أبي الفضل العباس يا الله. عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه يا الله. وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين، أهلنا ذوينا من له حق علينا، أمواتنا أمواتكم، مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. على جروح